لقد حققت حلمك أخيرا وتقضي إجازتك في الأمريكتين. ذات يوم تتوقف عند بائع طعام وتطلب طبق إمبانادا لذيذ. إنه مقرمش ولذيذ جدا. لا، ما هذا؟ نظرا لأنه يمكنك التعرف على نصف جسم الصرصور فقط، فهذا يعني أن النصف الآخر يسمح الآن في طريقه إلى جهازك الهضمي. ماذا سيحدث الآن؟ هل هذا يعني أنك ستتحول إلى مخلوق شبيه بالحشرة في رواية كافكا الشهيرة؟ كلا، لسوء الحظ لن يحدث أي تحول. دعونا نرى ما سيحدث لتلك الحشرة الصغيرة المسكينة. أولا، إذا لم تكن تتغيب عن دروسك في المدرسة فأنت تعلم أن عملية الهضم تبدأ من الفم. يحتوي اللعاب على الكثير من الإنزيمات الخاصة التي تساعد على هضم النشويات الموجودة في طعامك. بمعنى آخر، اللعاب حمضي ويبدأ في تحليل ذلك الصرصور، لذا ربما إذا كان حيا فقد بدأ يختفي في ذلك الوقت وهناك، وهذا يعني أنه بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى معدتك، فمن المرجح أن أمره قد انتهى إلى الأبد. وعلى عكس أكبر مخاوفك، فإنه لن يبدأ بالتجول في بطنك. كما ترى، تجربتك مع هذه الحشرة كانت فظيعة حتى الآن. لقد رأيت هذا الفتى الصغير وهو يأكل صفحات كتبك المفضلة. لقد رأيته يشق طريقه في ثقوب صغيرة عندما حاولت ملاحقته. وقد رأيته يدخل ويخرج من المجاري وكأنه ساحة للعب لهم. لذلك من الطبيعي أن تفكر: أوه لا، هل سأمرض؟ نأمل أنك لن تمرض. أحب أن أعتقد أنه بما أنك ابتلعت مثل هذه القطعة الصغيرة منه، فمن المحتمل أن يتكفل جهازك المناعي بالأمر دون أي ضرر كبير لجسمك. ولكن هناك احتمال أن تصاب بأعراض مشابهة لتلك التي تظهر عند إصابتك بالإنفلونزا. من الواضح أن الصراصير تحتوي على نوع معين من البروتين في أجسامها يمكن أن يسبب الحساسية للناس. يمكن أن يؤثر ذلك على جهازك التنفسي، لذلك ستجد نفسك تعاني من أشياء مثل سيلان الأنف وحكة في الحلق وبعض الطفح الجلدي في أماكن متفرقة من جسمك وما إلى ذلك. نظرا لأنك باحث بطبيعتك عن الحقيقة بينما يتم هضم هذا الصرصور في أمعائك، فإنك تقرر أن تصبح خبير الصراصير القادم في العالم. والمثير للدهشة أن هذا يقلل من توترك. إليك حقيقة ممتعة عن الصراصير: يمكنها حبس أنفاسها تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة. وهذا يعني أنه إذا لم يتأثروا بالحمض الموجود في معدتك، فمن المحتمل أن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة لبعض الوقت هناك. وهذه أيضا هي الطريقة التي يتجولون بها دون مشكلة داخل المجاري. لكن هذا مثير للإشمئزاز، لذا يجب علينا تغيير هذا التخيل. على الرغم من أنها من الحشرات المقززة، إلا أن الكثير من الثقافات في العالم تأكل الصراصير، فهي تعتبر غنية بالبروتين للغاية مثل العديد من الحشرات. هذه الصراصير التي يمكن أن تجدها في أسواق المواد الغذائية الكبيرة لم يتم الحصول عليها من الشوارع، ولكنها ولدت وترعرعت في مزارع الصراصير. أعني، هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟ إنها تحظى بشعبية لأنها رخيصة الثمن ويمكن تربيتها بكميات كبيرة جدا في آن واحد. لكن هل تعلم أنك إذا ابتلعت صرصورا بالفعل فسيكون ذلك مثل ابتلاع ديناصور؟ أعني أنها ليست ديناصورات من ناحية العملية، لكن الصراصير كانت المخلوقات الأولى والوحيدة التي تم اكتشافها، وهي تعيش في الكهوف قبل انقراض الديناصورات منذ حوالي 60 مليون سنة. لذا في المرة القادمة التي يسألك فيها شخص ما عن وجبتك المفضلة، ربما يمكنك أن تقول: تلك الإمبانادا التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، تناولتها ذات مرة عندما كنت أسافر حول العالم. بعد بضع ساعات أصبحت تنظر إلى تجربتك من منظور مختلف. من كان يعلم أنك لن تتأذى من ابتلاع صرصور حي، بل سترغب في أن تصبح أكثر تصالحا معه كنوع. أثناء سيرك في الشارع ترى بعض الصراصير تتجول حولك وتقرر منحها أسماء. هذا أنكور على سبيل المثال، وهو صرصور صغير. لقد اكتشفت مؤخرا أن صرصورا عمره يوم واحد يمكنه بالفعل الجري بنفس سرعة والديه. هناك أكثر من 4000 نوع مختلف من الصراصير في جميع أنحاء العالم. من كان يعرف هذا؟ لقد قمت بنشر كل ما يتعلق برحلتك الشاعرية مع الصراصير على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدو أن الكثير من الأشخاص لديهم رأي حول ما قد يحدث لك.
لقد كانوا جميعا مخطئين رغم ذلك. لقد مرت أكثر من 8 ساعات بالفعل، ومن المحتمل أن نصف الصرصور الذي أكلته قد امتصه جسمك بالفعل. وهنا يرن هاتفك. على الطرف الآخر من الخط بيتر، صديقك المقرب، وهو يشعر بالذعر. يقول: لقد كنت أخذ قيلولة وفمي مفتوح، وأعتقد أنني ابتلعت عنكبوتا كاملا. ولا، للأسف نتيجة هذه القصة لن تجعله هو الرجل العنكبوت التالي. كما ترى، هناك أسطورة شائعة مفادها أن شخصا ما بدأ منذ عدة سنوات في نشر الشائعات أن البشر عادة ما يبتلعون ما يصل إلى رطل من العناكب أثناء نومهم طوال حياتهم، لكن هذا ليس صحيحا. من الصعب جدا على الإنسان أن يبتلع عنكبوتا دون قصد. السبب الرئيسي لذلك يتعلق بالعناكب نفسها. البشر مخلوقات ضخمة، وغالبا ما ترون العناكب كجزء من منظر طبيعي، تماما مثل الأريكة أو الدرج أو قطعة الأثاث. ثانيا، إذا اقتربوا منا بدرجة كافية فإن الأصوات الغريبة التي نصدرها أثناء النوم ستخيفهم وتبعدهم. الشخير وحتى التنفس يسبب اهتزازا شديدا، وهذا يكفي لإبعاد العناكب عنا. في الواقع هناك عدد قليل فقط من أنواع العناكب التي تشاركنا مساحة منازلنا، إلا إذا كنت تعيش في أستراليا بطبيعة الحال، وعادة ما يعيشون في زوايا هادية ولا يزعجوننا نحن البشر كثيرا. بالإضافة إلى أننا نادرا ما نبتلع الطعام أثناء نومنا، يقضي الإنسان العادي فترة طويلة من فترة نومه دون البلع. هذا يعني أنه خلال الفجوة الزمنية بين مرتين من البلع أثناء النوم سيكون العنكبوت الصغير قد ابتعد عن فم بيتر. أعتقد أنه أراد فقط قصة مثيرة مثل قصتك لمشاركتها عبر الإنترنت. هنا إليك تصورا سيغير في الأحداث. ماذا لو أن ما حدث معك يحدث بالعكس؟ أعني، ماذا لو ابتلعك صرصور؟ الآن أعرف ما الذي تفكر فيه. لن يكون هذا ممكنا إلا في أفلام هاري بوتر أو بعض أفلام الخيال العلمي المبتذلة، لكن حاول أن تجاريني في الآتي. تجد نفسك وقد تقلص حجمك حتى غطى هذا الحيوان الضخم مجال رؤيتك. من مكان وقوفك يمكنك رؤية أرجله المكسوة بالزغب، وتبدو تلك كبديل غريب للأسنان. في نظر الصرصور ربما تكون أنت مجرد حشرة أخرى تنتمي إلى مجموعة واسعة من خيارات الطعام. لسوء حظك سوف تأكل الصراصير أي شيء تصادفه تقريبا. إنه يقترب أكثر فأكثر. في كل مرة يحرك فيها ساقيه ترتج الأرض من تحتك. تحاول الركض لكنه يتفوق عليك، ويا للهول، لقد ابتلعك هذا الوحش للتو. تتفحص بسرعة البيئة المحيطة بك. إنها مظلمة ورطبة، وتوجد رائحة كريهة جدا. على يمينك لديك ما يشبه قطعة من كعكة. على يمينك حشرة من ضحايا الصرصور. تبدأ في الشعور بالقليل من الهواء النقي، ولكنك تتمكن من الحصول على القليل من الأكسجين عندما يفتح الصرصور فمه ليأكل قطعة أخرى من شيء ما. يبدو جهازه الهضمي كبيرا جدا، ومن خلال حجمه تحاول معرفة الحجم الذي يجب أن يكون عليه صديقك الصرصور. هل تعلم أن أحد أكبر الصراصير الحية يبلغ طوله حوالي 15 سنتيمتر؟ أعني أن هذا هو حجم الورقة النقدية الأمريكية ذات الدولار الواحد. إنه كبير جدا بحيث يمكنك بناء مضمار سباق وممارسة بعض التمارين الرياضية أثناء انتظار أن يتم هضمه. ما هذا الشلال الذي يتشكل في الأفق؟ كم هذا مقزز! أعتقد أن العصارة المعوية للصرصور هي التي توشك على السقوط عليه. وفي غضون دقائق قليلة ستقوم الإنزيمات بتفكيكك مثل وجبة فاخرة. قبل ساعات قليلة كنت تعيش إجازة أحلامك، والآن أنت داخل نفس المخلوق الذي كنت تحاول تجنبه طوال حياتك.